يعني عليك يا محمد، يعني عليك يا اخوي، عين وصابتك يا محمد، والله ما تستاهلش، ما تستاهلش كل ده يا محمد. سمسوم الله يهداك، كاهو عايش قدامك ما في الا العافيه. عايش ايه يا بنتي، ده بقى خرده خالص. لا تقولين كذي، يسمعك ويتاثر بالكلام. اسمع ازاي، ده انطرش، مش شايفه البتاع اللي على ودنه؟ يا حبيبتي يا سمسوم، راح يعالجون طبله اذونه اكيد. يا محمد، كم مستخبي لك كل ده فين يا محمد؟ كم مستخبي لك؟ ادخل. ويما يا حسرتي يما، رايلي شو مسوين فيه؟ ليش كذي طاقينه مشاورين فيه؟ محمد قم رد علي، انت طايق احد من اهله؟ ذابح احد من اهله؟ شنو مهبب؟ قوم رد علي. ذبح ايه بس يا هنادي، ده ما بقاش ينفع خالص، ده بيقول لك كان في شهود شافوهم هم بيشيلوه فوق ويرموا لتحت، ويشيلوه لفوق ويرموا لتحت، ويشيلوه لفوق ويرموا لتحت. عيال ريول رايلي راحت. شوفي شوفي يا راحت ريول. الحمد لله سليمة. الحمد لله الحمد لله. رقبته، رقبته اكيد انكسرت. لا ما انكسرتش، هي مشروخة بس. بسم الله عليك الرحمن يا حبيبي. الحمد لله. حبيبتي هنودة، ما في الا العافية، شوية تمزق يعني ويروح. ايه يا هدى ايه؟ هو انت ليه مهونة كل حاجة؟ مش شايفة اخوكي انت ما بينطاش خالص. لو مكسورة، لو مكسورة، كان انا صار فيني. محمد تسمعنا؟ ما بيسمعش. محمد طرش. محمد قوم تسمعنا. يعني عليك يا محمد، كان بدري عليك الطرش يا اخويا. إيه متكسر من فوق لتحت، يا ليت لسانك بعد مبتور عشان تعرف شلون تسولف مع البنات بالتليفون يا الخاين. يا عمري يا حبيبي، يا عمري يا حبيبي يا ابني. تعال تعالي يا حبيبي تعال. هنقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله، اللي يجيبه ربنا كله كويس. ادخلي. معلش يا هنادي، عارف عارفة انك متضايقة وزعلانة وقلبك محروق على اللي حصل لمحمد، بس هنقول ايه بقى؟ ربنا يقومه بألف سلامة. اموت واعرف ليش سووا معاه كذي. محمد شنو مسوي؟ خلاص بقى يا هنادي، خلاص اللي حصل حصل. شوفوا شوفوا هالخبر كنا عن محمد، يقول الشخص اسمه عين سين بلغ الشرطة انه ارتكب جريمة وبغى يذبح شخص ثاني لانه خانه ويا مرته، واسمه ميم عين. ميم عين؟ ايه بلا اوه، صح ولا لا؟ جرتي من لساني، ما هتصدق جنازه وهتشبع فيها لط. يخرب بيتك يخرب بيتك يا محمد، معقوله معقوله محمد يطلع منه كل ده؟ وليش ما يطلع منك كذي يا حبيبه قلبي؟ شريف راما صحيح صحيح، ها عامل لنا في البيت السيد، ها اي واحده داخله يزعلها، اي واحده خارجه يزعلها، وهو شبه ابوه الله يرحم روحه ومطرح ما راح، شبهه في كل حاجه. هذا وانتوا اهلك كذي تقولون انا اللي خاني وسوى معي كل هذا، شنو لازم اسوي؟ شنو لازم اقول؟ تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في البيت دي يفرم هات اكبر حته تبقى قد كده اهو. وهو هو غلبان مرمي في المستشفى يا هنادي. يا حنينه.